أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد. فقد مضى في اللقاء الماضي الحديث عن أول خصوصيات هذا القرآن الكريم، وهي كونه معجزا. وبينت أن هذا الكتاب معجز، وشاء الله له أن يكون معجزا على نحو خاص، أن يكون معجزا بمعانيه وبلفظه الجميل، وأن يكون معجزا بأحكامه وبحقائقه، أن يكون معجزا إعجازا شاملا يستغرق كل المعارف وكل العلوم. معنى ذلك أن كتاب الله تعالى هو معروض على البشرية إلى أن تقوم الساعة، معروض بإعجازه ذلك، أي إن الإعجاز لم ينتهي بانتهاء حياة العرب الفصحاء الخلص. نعرف أن الفصاحة وأن اللغة السليمة قد انتهت حينما خلط العرب شعوبا أخرى وأمما أخرى تتحدث بلغات أخرى، وجاء في وورد في حياة العرب أو طرأ على حياة العرب هؤلاء المولدون الذين هم نتاج اتصال بين العرب وغيرهم. لا شك أن اللغة ضعفت، وأن اللغة لم تعد لغة فصيحة ولا لغة استشهاد، هذا معروف. الشعر نفسه توقف الاستشهاد به عند حدود معينة عند ابن هرمة الذي كان آخر شعراء الاستشهاد، لأن اللغة بعد ذلك كانت قد اختلطت وفسدت، وأصبح الناس لا يدركون لا يعون اللغة الحقيقية. فهؤلاء انتهوا، الفصحاء الذين يتحدون بالبلاغة القرآنية انتهوا، ولكن ليس معنى ذلك أن التحدي أو أن الإعجاز انتهى، فإن الإعجاز حاضر. فمن تعلق بهذه العربية تعلما وأصبح يمارسها من حيث العلم، أصبح يتعلم علوم العربية، وأصبح يتعلم البلاغة وفنون القول والنثر والشعر، يصبح له وجه أو درجة من الإلمام بالفصاحة. وربما تجدون الآن بعض الفصحاء أو بعض الأبيناء كما كان يسميهم الجاحظ لا يخطئون في العربية إلا قليلا، وهناك من كان يعرف عنه بأن اللحن لا يتطرق إلى أسلوبه، كان بعضهم يعرف عن هذا من المتأخرين بأنه كان مطلعا على اللغة العربية ومتمكنا من أساليبها، وكان النحو لا يتسرب إلى 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 أسلوبه، فيبقى هو عالما باللغة ومدركا لها. وتعرفون أن من العلماء المتأخرين الفصحاء الكبار الذين كان لهم اطلاع كبير على اللغة العربية مثل الشناقطة، بعض علماء شنقيط الذين كان بعضهم لا يفوته شيء من المعجم ولا يغيب عنه إلا ويعرفه ويعرف معناه مدلولاته، وقد كانت لهم في هذا مساهمات معروفة في 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 اللغة وفي إدراك الفصيح من غيره. هؤلاء موجودون، قد كانوا موجودين، بعضهم هو موجود إلى الآن ممن تفرد بهذه الخصوصية بالإلمام الكبير باللغة العربية، وعرف عنه أنه لم يكن يلحن طبعا إلا في الحدود الدنيا، وإلا فقد يرد اللحن على الفصحاء الكبار. تعرفون أن كبار الفصحاء والبلغاء والأبيناء والشعراء الذين كانوا شعراء مفلقين ربما كان يرد عليهم اللحن، كان يرد عليهم اللحن في وذكرت لكم في مرة سابقة أن الحجاج بن يوسف كان فصيحا وكان بليغا وكان لا يخطئ في 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 اللغة، وكان يكره ذلك، ولكنه رغم ما كان عليه من التمكن من اللغة العربية ومن الاهتمام بها ومن انشغال بها كان يلحن في بعض المرات. وقد قالوا له، قد قال ليحيى بن يعمر قال ليحيى بن يعمر وكان رجلا لغة ورجلا فصيحا، قال أتراني ألحن؟
فسكت يحيى وقال له كأنه يريد أن يتوارى ويريد أن لا يجيب. فقال له: عزمت عليك إن ذكرت لي. قال: نعم سمعتك تلحن. قال: أين سمعتني ألحن؟ ما هو القول الذي سمعتني ألحن فيه؟ قال: سمعتك تلحن في القرآن، في قراءة القرآن. قال: إذن هذا شديد، ألحن وألحن في قراءة القرآن. قال: لقد قرأت، سمعتك تقرأ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فكأنه لما تأخر خبر كان نسي فرفع، فقال: أحب إليكم، ما الآية أحب إليكم خبر كان. فانزعج الحجاج ورأى أن هذا الأمر أمر كبير جدا، ولذلك قال له: لن تسمع لي لحنا بعد اليوم، لن تسمع لي لحنا بعد اليوم. فعينه واليا في خراسان، أبعده إلى خراسان حتى لا يسمع له لحنا بعد ذلك، لأن اللحن كان كبيرا. ومع ذلك يقع من هؤلاء، وهذه هذه مسألة معروفة على جميع الجميع. وذلك كانوا يقولون، كان بعض الأمراء الأمويين، بعض الخلفاء الأمويين، كان يقال له: أراك قد سار إليك الشيب، قد حاط ونزل برأسك الشيب. قال: أسرع إلي الشيب أو شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن، ارتقاء المنابر وتوقع اللحن، فشيبته خوفا من أن يقع له لحن. وهؤلاء أناس كانوا وطبعا كان مع هؤلاء كان يعيش أناس كل حليلتهم لحن، كان هناك أناس يلحنون إذا قرأوا، حتى إذا قرأوا القرآن كانوا يلحنون فيه. وكان بعضهم يعرف بذلك ويقال له: ما فعلت الآية التي كنت تلحن بها، تكفر بها؟ لأنه كان يقرأ المصور، المصور في أسماء الله الحسنى، البارئ المصور له الأسماء الحسنى، كان لا يعرف أن كيف يقرأ المصور، فكان يقرأ المصور، فكان يقال له: كيف فعلت الآية التي كنت تكفر بها؟ من كان كلما يقرأ يكفر، لأنه إن الله مصور وليس مصور. اللحن موجود على كل حال، ووجد في العرب وفي الشعراء الكبار من لم يستشهد به لورود اللحن عليه، وكان المتنبي فحلا وشاعرا كبيرا، ومع ذلك كان يقال إن المتنبي لا يستشهد بشعره لأنه وقع في كثير من اللحن، في الخطأ في اللغة. إذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار، وكانوا قال نواكس الأبصار ليست إلا جمع ناكسة، ناكسة نواكس، والأصل أن يقول نكس الأبصار. ونواكس أو فواعل هو في الحقيقة جمع فاعلة، وفاعل غير العاقل، فواعل جمع فاعلة، باكية بواكن، حاضر حواضر، أو فاعل غير العاقل مثل فارس فوارس وما إلى ذلك. ففواعل جمع فاعل وفاعل غير العاقل، هذا فيه كلام طويل. وكان يذكر الخبر بعد لولا، ولو فلو يذيب الرعب منه كل عظم، فلولا الغمد يمسكه لسالا، ولولا غالبا، وبعد لولا غالبا حتف الخبر حتما، وفي نص يمين استقر. لولا ليس ممنوعا أن يرد الخبر بعدها، ولكن غالبا ما يحدث، وإن كان قد ورد لولا وغرد فيها الخبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو. على كل حال، المباحث في اللغة، أقول فقط إذا فات أن يوجد الفصحاء بالمعنى الكبير، ووجد الآن من لهم عناية بالفصاحة والبلاغة، فإنهم سيجدون أنفسهم دائما مطوقين بهذه القضية، وأنهم دائما أمام الإعجاز القرآني، بل سيزيدون أنفسهم أكثر إحساسا بالإعجاز، وأن القرآن يعجزهم هم، أي الذين لهم الآن علم بالعربية متين، يعجزهم الآن أكثر مما يعجز هؤلاء الذين لا يدركون أسرار الإعجاز. الإعجاز له أسرار، والباقي وبعض العلماء كتبوا في أسرار الإعجاز، في
في مكامن مكامن الإعجاز حيث تكون، والعامة غالبا ما لا يعون ذلك ولا يعرفونه. أقول إذا لم يكن الناس قد بلغوا أن يدركوا هذا الإعجاز في البيان، وهو الإعجاز البياني كما ذكرت لكم، فإن في القرآن إعجازات أخرى. إعجازه في الجانب التشريعي الآن هو أمر يجب أن يهتم به المسلمون، أي تشريعات القرآن وأحكام القرآن في محاربة الجريمة هي شيء معجز. أحكام القرآن في قضية الربا شيء معجز، في تنظيم المجتمعات هي شيء معجز. ولذلك كانت هذه الإعجازات من هذا القبيل هي المداخل التي دخل منها الذين أسلموا، الذين أسلموا في أسلموا في وانحازوا إلى الإسلام ودخلوا فيه، دخلوا من باب التشريع والإعجاز التشريعي. فبعضهم مثلا أخذ بقضية الربا وكيف أن الإسلام يحارب الربا والبيوع، هذه البيوع التي ليس لها سند، أو البيوع التي فيها غرر فاحش، ونعرف الشريعة الإسلامية تبتعد من ذلك وتتخوف. مثلا قضية التأمين بشكلها المعروف الآن أصبحت مشكلة من المشاكل. شركات التأمين الآن في الولايات المتحدة بعد هذه الفيضانات أصبحت شركات مفلسة تماما، انتهى أمرها، لأنها لا يمكنها أن تعوض كل هذا، مع أن مع وجود أن العلم أن هناك فئات كثيرة ليست مؤمنة على نفسها ولا على ممتلكاتها. لكن لو تصورنا أن جميع هؤلاء الذين هلكوا في هذه الفيضانات كانوا مؤمنين، كم يجب أن تعوض هذه الشركات؟ الآن إصلاح أو الأمر الذي يترقب أن تصله كلفة إعادة إعمار هذه المنطقة المنكوبة للمنطقة الغريقة، أي ما سيصل إليه فعلا كلفة الإصلاح هي 150 مليار دولار. 150 مليار دولار، من سيؤدي 150 مليار دولار؟ هذه تنوء بها الدول، فكيف يستطيع شركة أن تؤدي مثل هذه المبالغ؟ إذا فيبقى أن هناك نوع من الضحك والإفلاس، وأن هذه الشركات ستؤدي الإفلاس وتنتهي القضية بأنه لا شيء هناك، لأن هذا كان فيه غرر كبير. ربما كان هذا النظام ينجح في حدود معينة ولم تكن عواره يبدو، ولكنه في نهاية المطاف حينما يصل الأمر إلى هذا الحد ينكشف أن النظام لم يكن نظاما سليما ولا عادلا. وهكذا يمكن أن نقول إن كثير من التشريعات الإسلامية حينما نقف عندها ويقف عندها المتخصصون ويقف عندها العلماء المدركون يعرفون فعلا أن الإسلام موقفا مهما جدا في قضية الربا، أي ما لم يعد أحد يتحدث عن الربا بمثل ما كانت تتحدث عنه الرأسمالية الشرهة النهمة. أي كل الناس يقول الآن إن الربا هو عملية ابتزاز واستغلال الفقراء والضعفاء، وإن هذه العملية لا بد أن تواجهها فيما بعد تحديات كبيرة، من تحدية العولمة وانفتاح الأسواق والرهان على الجودة وقلة الأثمنة إلى غير ذلك. فإذا كان هناك اقتصاد مرتهن للربا فلا يستطيع هذا الاقتصاد أو التصنيع لا يستطيع أن يخفض الأسعار، وبالتالي لا يستطيع أن يزاحم، لأن الاقتصاد المرتهن للربا للبنوك لابد أن يدخل في حسابه تحصيل رأس المال وتحصيل الربا وتحصيل الفوائد وتحصيل الضرائب، بمعنى أن الكلفة لابد أن تكون غالية. هذا الاقتصاد لا يستطيع أن يزاحم اقتصادا آخر. إذا كان الاقتصاد في جهة أخرى ليس مكبلا بهذه القيود وبلا بهذه الأغلال، فإنه يكون اقتصادا منطلقا يمكن أن يحدد السعر الذي يشاء. الاقتصاد مثلا اقتصاد دول التنين المعروفة الآن في آسيا، الاقتصاد الكوري أو الصيني، أو هذا اقتصاد الآن متحلل من كل هذه الأشياء تقريبا، وله الآن له مستقبل كبير، لأنه ليس مكبلا بالقيود الاقتصادية التي يكبل بها الاقتصاد الرأسمالي الذي يحترم هذه التراتبية. لا بد من تحصيل كذا، ولا بد من الربا، ولا بد، وبنهاية المطاف لا بد تكون قضية لصالح الاقتصاد اللاربوي، أي من كان اقتصاده لاربويا يستطيع أن يثبت، من كان اقتصاده ربويا لا بد أن يزول اقتصاده ولا بد أن يندحر وأن يمحي. ونحن نعرف الآن على مستوى العقار، على انتقال رؤوس الأموال،
ما المطلوب الآن في الاقتصاد؟ ما هو على أي شيء يقع الآن التعويل؟ يقع الآن التعويل على الاستثمارات. استثمارات لابد أن تكون فيها فرص للمستثمرين، لابد أن نرى أن هنالك أشياء تفضيلية للمستثمرين. ماذا يمكنك أن تعطي للمستثمر؟ إذا كنت تعطيه أرضا بثمن أو تعطيه ثمن حقيقي أو بثمن مضاف إليه الربا، فلنك لا تستطيع أن تستميله في مقابل أناس يعطونه أرضا أو يعطونه مجانا أو أرضا بثمن حقيقي بلا ربا. معنى هناك منافسة في العالم، رؤوس الأموال تتحرك الآن في حركة دائبة، رؤوس الأموال تتحرك الآن عبر البورصات عبر كل الأسواق العالمية، وهي تبحث عن فرص الكبرى للربح. ولذلك تجدون في بعض المرات أن رأس المال في شركات معينة في جهة من الجهات ترحل. مثلا وقع هذا منذ شهور للاقتصاد التونسي، لما رحلت كثير أكثر من 1000 من المشاغل رحلت من هنالك إلى جهات أخرى لتشتغل في آسيا، لأن الكلفة ستكون أقل، وبمعنى أن هناك ستخلف فراغا وتخلف واقع اقتصادي فظيعا جدا. أي الاقتصاد الذي لا يتحلل من الربا سيبقى دائما يعاني هذه الأزمات، لأن الربا سيكون لصالح جهات خارج الاقتصادي. الجهات التي تستثمر المال وتعيش من المال من إقراض المال هي ليست جهات الاقتصادية حقيقة، هي ليست منتجة للسلعة، هي اقتصاد، هي جهات على هامش الإنتاج، وبالتالي تكون هي سبب توريط الإنتاج وإيقاف الإنتاج. وأنتم تعرفون هذا وتعرفون تبعاته في مستوى الأزمات الاقتصادية التي عاشها الناس في الجفاف، في حالة الجفاف، وما طرأ على بعض الفلاحين من عجزهم عن أداء الديون أو أداء فضلا عن أداء الفوائد. فكانت هذه أزمات معروفة، وكانت يحتاج مرة بعد المرة إلى الجدولة وإعادة الجدولة، ومرات يحتاج إلى ترك الديون والتساهل فيها بالمرة، بمعنى أن هنالك خلل معين. أقول من كل هذا إن التشريع الإسلامي في كل موقف تقف فيه أمام الحق الأمر الذي يحدده الشرع تجد أنه العلاج. الآن يروج الآن الحديث مع الأسف الشديد وصل إلى البلاد الإسلامية حديث زنا المحارم. زنا المحارم الآن أصبح ظاهرة معروفة، والآن تسأل عنها بعض جهات والصحف وكذا، تطرح في أسئلة. زنا المحارم هو زنا يتم داخل الأسر والعائلات بين الذين ينفرد فيهم أنهم يحمون الأسرة. أي الأب قد يكون يقع منه زنا داخل أسرته مع بنته والعياذ بالله، مع أخته، الفتى مع أخته. هذا الزنا الذي يأتي إلينا الآن ويسكن مجتمعاتنا هو شيء فظيع جدا، لأن العلاقات تسوء تماما داخل الأسرة. الناحية متى تصير العلاقة داخل الأسرة هي علاقة شهوانية بهيمية، هي غير العلاقة التي يفرض أن تؤسس الأسرة. الأسرة الإسلامية قائمة على التضامن، على الحماية. الأب هو الذي يحمي الأسرة، لا هو الذي يعتدي عليها. من أراد أن يعتدي على هذه البنت فيتلوذ بأبيها وتفر إلى أبيها. من أراد أن يعتدي على شرف فتاة تجد أن أخاها هو الذي يضحي من أجل حمايتها. لكن حينما يجد يصير الأخ هو الذئب المفترس والأب هو يفعل ذلك، ويقع أشياء من هذا القبيل، تعرفون أي خطورة تهدد هذه الأسر وهذه البيوت وهذه الكيانات. وإذا تهددت الأسر وانهارت الأسر معنى ذلك، ما تصوروش المسألة دي ليست مسألة قول، هذه مسألة يجب إحساسه. مرة من المرات تأتي امرأة مع بناتها تقول بأنني أريد أن أنفصل عن هذا الزوج فيه كذا وكذا وكذا، ثم تقول إنني أخاف على بناتي من أبيهم. هذا ماشي في مدن، إني أخاف لأنه يريد أن يعتدي على بناته جنسيا. هذا الانهيار من أين أتى ومن أين جاء أو كيف نفسره وكيف نعلله؟ هو نتيجة طبيعية لاستمراء الزنا. لما استمرأت الأمة الزنا وأباحت وسكتت عنه كان ضروريا أن الزنا يتطور، لأن الذي يتعاطى الفاحشة يجد أنه قد وصل في مرحلة من المراحل إلى حد درجة التشبع، أي إلى نوع المزن العادي الذي يمارسه أو الفاحشة التي يمارسها لم تعد تفي بالغرض ولم تعد تشبع لذته، فهناك يطلب شيئا آخر فيه انحراف وفيه شذوذ ولا شك، وكل يوم يفتح أفقا جديدا ومجالا جديدا. هذا وقع للغربيين بسبب الأمر الأول الذي هو استباحة الزنا واعتبار ذلك أمرا طبيعيا. فالذين أباحوا الزنا والذين قالوا إنه علاقة طبيعية، وأن كانوا يسمون العفة الأخلاق الجنسية قديمة،
وكانوا يسمون ذلك زمالة وصحبة، وكما تجدون الآن في وسائل الإعلام، أي من يتحدث كلمات زين الآن ضاعت تقريبا من القاموس المستعمل، لا تجدونها الآن. هل تجدون الآن كلمة زينة في وسائل الإعلام تذكر؟ أبدا، إنما تذكر الآن في نطاق زينة المحارم في انتظار أن تغير، لأنكم تعرفون أن هناك خدعة كبيرة الآن، وهي تغيير المصطلحات، والمسلم يجب أن يتنبه. الناشطات الجنسيات مثلا، امرأة ناشطة جنسية شنية؟ هي داعرة، هي بغي، ولكن لا يسمونها بغيا ولا فاجرة، لأن ذلك يدعو إلى النفرة منها، بل يسمونها ناشطة، كأنها تقوم بنشاط كم أي إنسان يقوم بنشاط بيع أو شراء أو تجارة أو إنتاج أو ما شبه ذلك. فهذا تغيير طبعا للأسماء، النشاط الجنسي أو حرية الذات. حرية الذات هو عرض الذات للزنا، وحرية الذات هو عبارة عن جريمة في منطق الشريعة الإسلامية. ما هي الربا؟ الربا هو أصبح الفائدة، ولذلك لا أحد يقول إنه يأخذ من البنك ربا، يقول أخذ من البنك فائدة. طبعا الفائدة شيء محمود أن تقول فائدة، تجارة فيها فائدة، كل الناس يبحثون عن فوائدهم، لكن الربا ليس فائدة، هو ربا. الفائدة هي التجارة المفيدة، الفائدة هي العمل المفيد الذي تقوم به فيعطيك شيئا حلالا. أن تعرفون أن الأوروبيين كان عندهم، أي في القديم لم يكونوا يستعملون كلمة ليزانتري فوائد، والآن لا تجد أوروبيين لا يقول ليزانتري، لأنهم أزالوا المعنى الديني. كان عندهم في التعبيرات القديمة كانوا يستعملون كلمة ربا، الأوروبيون كانوا يعملون كلمة لزير، لزير هو الربا، فغيروه وصيروه فائدة. ثم جئنا نحن فنقلنا كلمة الربا وقلنا فائدة، فالبنك يعطيك بكذا ب4% و6% من الفوائد، ماشي من الفوائد 6% و7% من الربا. فلذلك احتيل على هذه الكلمة وأزيلت ووضعت أمامها كلمة ربا الفائدة، فهذه لطفت التعامل، وقيل إنه مجرد فائدة والفائدة لا تحرم، لأن الفائدة كأن الذي قال القرآن هو عكس ما يقول هؤلاء. الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فسمى البيع بيعا وسمى الربا ربا، وقال هذا حلال وذاك حرام. هؤلاء خلطوا كلا وقالوا إنه فائدة ليجمع الربا ليجمعوا بهذه الكلمة الربا والبيع في كلمة واحدة، لأنه لا أحد يكره الفائدة، الناس كلهم يفعلون ذلك ليستفيدوا. هذه طبعا أغاليط. قلت إن كلمة زنا قد غابت من القاموس ولا تستعمل، وحتى في 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 الاستعمالات العادية لا يقال عن كذا أنه إلا خيانة زوجية أو ما أشبه ذلك، بل هو زنا ويعطى حكم الزنا. فحينما استمر الناس الزنا واستباحوه وأقبلوا عليه بنوع من البلادة والبلاهة والغش للذات، حينما يغش الإنسان نفسه في دينه شوف الآن كثير من إخواننا وكثير من الناس يزعجهم أن نحدثهم عن قضية شاطئ السعيدية وكذا وكذا، ما يقولوا خلينا الفقيه ما تتكلمش على هذه القضية دي، بل أحسن ما تتكلمش فيها، شاطئ خلي الناس يمشوا يتبردوا وكذا وكذا. هذا نوع من الغش في الدين، أن الإنسان يغش. ما معنى أن يذهب رجل إلى تلك يذهب إلى جواره زوجته فهو يبصر العاريات، ما في ذلك من شك معروف، لكن المرأة نفسها تبصر الرجال الذين يكونون في حالة إغراء. المرأة هي نفسها تغرى بشباب وبأناس عراة تقريبا، فهل هذه الزوجة بعد أن ترى عورات الرجال الكتر قبل أن تصل إلى مكة؟ نقول لك نحن غير واحد الدار لي، إحنا بوحدنا، لما يقول لك كل واحد في دار بوحده مبلع وميخرشة ولا الحر ديالو بوحده، بحال اللي يكذبوا هذيك بعد البحر يزيدوا الكذوب، بعد البحر يكملوا هذيك بالكذوب. إحنا غير كنا بوحدنا، واحد مشينا بوحد جهة ما وكاع ما نخرجوش، إحنا ما تخرج مشيتوا للحبس ولا فين مشيتوا؟ قعدوا في داركم وخرجوا إلا مشيت تما باش ما تخرجوش. لا، قبل ما توصلوا كاع لهذيك القضيه ما تمشيو نتوما للسوق، ما تشريو شي سوق، ما تحتاجوا شي حاجه، غير تدخلوا نتوما مطرقين تغمضوا عينكم وتدخلوا، يقودوكم غمضا عليكم ويدخلكم للدار ويمشيو روحوا تدخل. هذا كذب على الناس وكذب على الذات، واللي تبدا يتقاد غادي يولي بليد ويولي يكذب على نفسه. ها لا اقول هذا المشهد يؤدي بالانسان ان يرى زوجته وبنته ترى عورات الرجال فهو يحرضها على شيء من الزنا، هذا زنا.
ما الفرق بين أن يدخل رجل مثلا أو إلى حمامات النساء مثلا فيقال هذا عيب كبير، حمامات النساء لا يغشاها الرجال، وهذا هذا ما الفرق بين هذا وذاك؟ تقريبا بحد حد، أي هذه الأمور التي نعتبرها أنها شيء غير مقبول هي نفسه تقريبا. ولذلك هذا الشغف وهذا التعطش الكبير للشواطئ ليس طبيعيا. لو كان الماء البحر كله إنما هو ماء فقط لما استقطب الناس بهذا الشكل. بعض الشباب بعض المفتونين بعض الذين فيهم شهوات تستعر يحبون ذلك، يحبون أن يذهبوا لا إلى البحر ولكن يذهبون ليروا من حول البحر، من على الشاطئ، ليستمل بعضهم ببعض، لينظر بعضهم في بعض، ليتأثر هذا الذي كان محرما يصبح مأذونا به بمرأة الأب والأم، والكل يصبح متفقا على هذا النوع من الأخلاق المجوسية. هذا الشيء اللي كاين، وحينئذ يأتي الناس بعد ذلك ويظنون أن مجرد قيام بعض النوافل يكفر كل ذلك. هذا أسلوب، هذا أسلوب في تعاطي هذا الأمر خطير. هذا السكوت عن الزنا من هذا الموقع ومن ذاك الموقع، والسكوت عن مقدمات الزنا وعن القبلة في الشريط وما إلى ذلك، أدى إلى نوع من التصالح مع الزنا والتطبيع مع الزنا. هذا الزنا بعد أن أتمه الناس وشبعوا منه وقع لهم التشبع به، فانتقلوا إلى شيء آخر، فانتقلوا إلى شيء آخر. الآن نجد أنفسنا أمام زنا المحارم. زنا المحارم ليس إلا تطورا لوجود الزنا، لو أن الزنا منع من أصله لما وصلنا إلى زنا المحارم. ولكن حيث يباح الزنا في الشارع ينتقل ذلك رويدا رويدا إلى أن يصير مستقرا في في البيوت، وزنا المحارم هو تفجير نهائي للبيوت، ما يبقاش بيت نهائيا، يولي واحد غابة، واحد المحل مأسدة فيها أسود، فيها أناس أكلة لحوم يعيشون في بيت يسمى بيتا وهو ليس بيتا، هو مجرد تجمع شهواني يعدو فيه الرجل على زوج على بنته، على امرأة تأتيه ولو ضيفة، على أخته. يقع هذا في أوروبا وفي أمريكا كثيرا كثيرا، ونحن كنا في سلامة من هذا، كنا في بعد من هذا لما كان الشرع يضبط أخلاقنا الجنسية، لما فتحنا الباب على أنفسنا فتح الشر فوصلنا إلى ما وصلوا إليه. والأمر أيها الأخوة لا تستهينوا به، هذه الأمور أصبحت الآن تنذر بخطر كبير. حديث زنا المحارم وحديث الشذوذ الجنسي أصبح شيئا يلح الآن على الساحة، وأصبح فيه هناك من يدفع إليه دفعا قويا، وهناك من يتمنى أن يرى أن المجتمعات الإسلامية تصير إلى ما آلت إليه وضع المجتمعات الأخرى. طبعا هذه الأمم لن تسقط، لن تهبط، لن تنزل إلى هذا الحضيض، ولا بد أن يبقى فيها من يقول إن هذا منكر، ولا بد أن يبقى فيها من يصلح هذا الوضع. طبعا هذه الأحكام في كل المجالات التي ذكرت لكم في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وما إلى ذلك، في كل المجالات لن تجد لها بديلا ولن تجد عنها محيدا، لأن النطق القرآني، لأن الحكم القرآني دائما هو الصالح. القرآن أخبرنا عن أعدائنا وتغافلنا فوصلنا إلى الهاوية والكارثة. القرآن حلل النفوس وشرحها، نفوس الكافرة والمنافقة. فكلما مضى التاريخ لوجدنا أن ما يذكره القرآن هو فعلا ما يقع الآن، أي كلما وقعت واقعة الآن إلا وتجدون أن القرآن كان سباقا لها. في بعض الحديث مع بعض الإخوة ونحن نتحدث عن هذه القضية، قضية المفاجأة، أي لنا وسائل رصد في العالم المتطور في أمريكا في 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 اليابان للزلازل لكل ما يقع من الأحداث الطبيعية، ونقول بأن المراكز تحسس كبيرة جدا وراقية ومتطورة إلى غير ذلك ما نقوله في المعلومات التي انتقلت إلى غير ذلك. لكن حينما جاءت هذه الكارثة في أورليان الجديدة، هذه الكارثة هي نتيجة جهل كبير، جهل كثير بأمر قدمه الإسلام لنا بيسر وبسهولة. هؤلاء كانوا يتصورون أنهم ضبطوا كل قوانين الطبيعة وتحكموا فيها، أنهم أقاموا المتاريس أمام الماء والسدود، وأن الماء لم يعد له من طاقة ولا من أهمية بعد أن تحكم فيه الإنسان،
ووضع له السدود التي أسست بتقنيات عالية وبمهندسين وبكل الخرسانة الضرورية وبكل الدراسات التي كانت حاضرة، وهذا الأمر لا يتساهلون فيه هم هناك. هؤلاء توهموا أن كل شيء أصبح طوع أيديهم. هؤلاء لما قيل لهم بأن هنالك حادثة ستقع ذهبوا إلى النوافذ يغلقونها ظانين أن الريحة يمكن أن تغالب بهذا الأمر، وكان فيه نوع من الاستهانة، أي حتى الذين غرقوا لم يكنوا كلهم حذرين بالمعنى الصحيح. كان يتصور أن هذه سوف موجة وستمر، ولم يكن أحد منهم يحتسب ويظن أن الماء يمكن أن يصل إلى هذه القوة. هذا الماء الذي لا يغلب يغلبه الله سبحانه وتعالى ويسيره الله تعالى، والإنسان ضعيف أمام قوة الماء، هو يعبر عن هذه الهيجان والثورة المائية وهذه القوة المائية، يعبر عنها كلمة في كتاب الله تعالى جميلة جدا حينما يقول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. تعرفون معنى الطغيان؟ لا توجد كلمة معبرة عن قوة الماء وعن تجاوزه لكل المقاييس وكل الحدود وكل كل ما يوضع أمامه كلمة طغى. لما طغى الماء حملناكم في الجارية، معنى هذا أن طغيان الماء وأن قدرة الماء على أن يكتسح ما يوضع أمامه قضية أصبحت لافتة للنظر. فيضانات السنة الماضية في كثير من دول أوروبا، في إيطاليا، في ألمانيا، في وقعت كوارث وفيضانات في مدن كبيرة. قيل حينذاك إن المان إن هذه الشعوب ظنت أن هنالك أنهارا قد انتهت وأنها سدت، ولكن هذه الأنهار عادت إلى الحياة من جديد فاكتسحت كثيرا من المدن. كانت كارثة أوروبية في السنة الماضية. في نفس القضية في أحداث التي كنا نعرفها في الجزائر، في فيضانات باب الواد التي أخذت العدد الكبير من الناس. كان دائما الإنسان يظن أنه إذا وضع مترسا أو حجرا أو جدارا يمكن أن يكون قد أنهى مشكلة الماء وغلق الماء وأنه حول مسير الماء إلى غير ذلك. هذه هو أوهام. لم يكن أحد منهم يقول إن الماء يمكن أن يطغى، لكن مثل هذه الآيات تفسر لك قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء. أنا أتصور أن ابن نوح عليه السلام لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، كان معتدا بالجبل وظانا أن الجبل يمكن أن لا يصله الماء. هو نفس الشعور الذي يتجدونه عند رجل مثلا في أورليان الذي يقول: إذا طغى الماء سأرتفع فوق العمارة. إذا افترضنا أن الماء جاء فسوف نكون في حذر ونتهيأ لذلك، نرتفع من الدرج الأول إلى الثاني إلى الطبقة الثالثة إلى الرابعة وننجو. فلما جاء الماء ما أنجاهم للأولى وللثانية وللثالثة، وذهب الناس في الماء وهم إلى الآن تحت الماء لا يعرف عددهم إلا الله إلى الآن. بمعنى لم تنقذهم لا وسائلهم ولا معداتهم ولا تحسباتهم، لأن أمر الله إذا جاء كان شيئا آخر، ونحن موضوعنا تحت رحمة الله وقدرته. الماء الذي يغطي الآن مناطق الآن في المتجمد الجنوبي والمتجمد الشمالي، هذا الماء كثير وكثيف يبلغ 4 كيلومترات في سمكه في بعض الماء. هذا الماء لو أذن الله بإذابته باختلالات مثل الاختلالات الإيكولوجية التي تقع الآن وتغير المناخ والاحترار، لو أذيب ذلك الماء وهو الآن يذوب ويؤدي إلى فيضانات كبيرة، لو أذيب ذلك الماء لارتفع منسوب المياه على سطح الأرض 100 متر. الماء يمكن الآن أن يرتفع 100 متر لو أذيبت هذه الكتل الجلد من الجليد التي هي موجودة في مناطق معينة. بمعنى أننا مأخوذون برحمة الله تعالى، فهو الذي يحبس عن هذا الماء أن يطغى مثل هذا الطغيان. إلى غير ذلك، على كل من الآيات التي نجد فيها أن التعبير القرآني في كل المجالات تعبير له مكانه وله أهميته وله قيمته، وأن هذا الإنسان إنما يجب عليه أن يبحث. إذن حتى لا أدخل في موضوع آخر، أيها الأخوة، ما هو شغلنا الشاغل الآن باعتبار أن أمة لنا رسالة ولنا مهمة ولنا قضية؟ مهمتنا أيها الأخوة هي هذا القرآن الذي أهملناه وأهملناه وأهملناه بكل أنواع الإهمال. لم يتأدب أحد مع هذا القرآن كما يجب. هؤلاء أناس تركوه أصلا ولا يعرفون قراءته ولا يفتحون مصحفا.
من كثير من الذين يتحدثون الآن في بعض الجرائد والمجلات وكذا بهذا. ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء يخادعون الناس. حينما نكون في نقاش نحتاج فيه إلى استحضار القرآن ولاستحضار النص القرآني من أجل الحسم في بعض القضايا، أذكر أن حضرت في نقاش حول قضية المرأة يومئذ، فكانت امرأة يقال عنها إنها عرابة هذا من عرابات هذا الاتجاه تتحدث عن المرأة ثم تقول نحن منتسبون إلى القرآن ونحن نأخذ بالقرآن ونحن نعتز بالقرآن. في نقاش، هذه كانت في بدرجة معينة، كانت وزيرة يوما، كان النقاش، قلت لهذه السيدة أنت تقولين بأنك تأخذين من القرآن وأنت متصلة بالقرآن ومعتزة به، قل أبشرك بأنك منذ قرأت إلى الآن لم تقرأي آية واحدة صحيحة. منذ قرأت في هذا الموضوع لم نسمع منك آية واحدة قرأتها قراءة صحيحة، فكيف أنت تقرأين القرآن أنت وتتعاملين معه دائما وأنت معك أنت الآن أشبعتنا لحنا في القرآن منذ تحدثي من أول كلمة إلى آخر. هؤلاء ناس لا يعرفون نطق القرآن، فكيف يعرفون معانيه؟ كيف يستطيعون أن يوهموا الناس بأنهم يأخذون من معاني القرآن؟ كثير هم الذين يتحدثون الآن بهذه الكلمة التي لم يعد لها قيمة. كلما ناقشت إنسان تقول لك انتهى، كنا مسلمين، احنا مسلمين، وش انتم تخرجون الإسلام، احنا مسلمين، انت مسلم بمعنى انت وأبو بكر الصديق بحال كلنا مسلمين، كي أبو بكر الصديق كي انت كيف واش دي مسلمين بغيت تدوخ بها الناس ولا كيفاش؟ أنا كي مسلم ومسلم فاسق ومسلم حارف ومسلم هبيل ومسلم تالف ومسلم عاصي ومسلم، راه ماشي مسلم غير كيقولوا مسلم، راه بحال كلمة بغينا نقولوا بحال بشر إنسان، ولكن الإنسان كل شيء بحال أينشتاين، بحال هاب النقا، بحال هبيل راه كان ينعس في الزنقة. ما تجيبناش أنت كلمة تعومها هكا، لما نقولوا احنا إنسان، أيوا أنا إنسان والآخر إنسان، سبحان الله أنت إنسان وأينشتاين إنسان، لذا النسبية إنسان والأخر ولا أنا عشتنا تحت شي قنطرة راس كران وكذا إنسان، ولا قاعد تمشى في قبل بالكسوارة إنسان، فرق ما بين إنسان وإنسان؟ راه إنسان كاين اللي محمق وكاين اللي مسجد وكاين اللي عاقل وكاين اللي ذكي وكاين اللي حرايمي وكاين اللي مستقيم وكاين اللي تقي وكاين اللي انتهازي، راه ما كتزاف ديال الأنواع فيه. فورينا أي نوع أنت في الإنسان، احنا مسلم، انت مسلم عرفناك مسلم، وك اي نوع في الانسان؟ مسلم مضيع الفرائض، مسلم لا تقوم بواجباتك، مسلم لا تعترف بحقوق الله، لا تقف عند حد محدود، هذا مسلم، هذا النوع ديال المسلم. واذا ما تقولش مسلم تجمع راسك مع ابو بكر الصديق في قرار واحد في حكم واحد، وانت غادي نسميك مسلم وقلت ابو بكر الصديق مسلم، عمر بن الخطاب مسلم، وتقدت صافي كل شيء بحال بحال. لا، هذا نوع من 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 هؤلاء. اذا اقول هذا نوع من تضييع القران، نوع من تضييع القرآن. وهؤلاء مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، مع تضييعهم للقرآن كانوا في مستوى، لكن هؤلاء تطوروا تطورا خطيرا. أنا نخاطب به المثقفين أنهم لم يعودوا يقولون بأن القرآن فقط ليس كتاب ليس كتاب حياة، هو كتاب آخرة، بل قالوا، وهذه فهموا ايش نقول لكم في هذا، قالوا إن القرآن جاء ليعالج فترة تاريخية معينة، ولذلك اعتمدوا الأسلوب ما يسمونه بالتاريخية، ويقولون إن آيات القرآن مربوطة بأسباب نزولها، فهي جاءت لتعالج أسباب نزول فقط. معنى أن كل آية جاءت، مثلا إذا قلنا سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، الله أعلم، الله اسمع تحاوركما، هذا الحكم هو استجابة لقضية امرأة معينة جاءت تشتكي هذا الحالة من 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 من, من التعامل مع زوجها. إذن هذا يبقى خاص بذيك ديك الزوج، ديك السيده هذيك، الظهار ظهرها زوجها في شغلها، والقران جاي يحكي لك الظاهره في ذاك الوقت فقط. نقول لهم السيد قد قال الله، اتفقت كلمه العلماء ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه كانت في هذه القضيه، ولكن الله تعالى ما قالش هذا، قالوا الذين يظهرون منكم، في اللفظ عام، سبب خاص واللفظ عام، فهل نتبع عموم اللفظ أم نتبع السبب الخاص؟ اللفظ القرآني ما جاش خاص بها هي، قالوا الذين يظهرون منكم نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة، والذين يظهرون دائما فيها الذين، ما فيش شخص،
ما فيهاش الشخص الذي ظهر من زوجته له كذا وكذا. إذن الحكم يتجاوزه إلى أن يصير حكما للأمة. أقول لك لا، هذه القاعدة، لاحظوا هذه القضية دي. أقول لك هذه القضية ابتكرها الفقهاء والمفسرون ولا أصل لها، وما لا يقولن بعموم اللفظ. أقول لك هذه ما نأمنوش بها إحنا. شوفوا باش ما يشمتوكمش، لأن هذا الآن هذا غذاؤهم اليومي، هذا طعامهم اليومي الآن في الصحف والجرائد، وشبابنا ما يقراش. ما كان من آيات مرتبطة بأسباب النزول، الآيات التي لها أسباب النزول في الحد الأقصى بلغت 888 آية. صافي، في الحد الأقصى توصلت 888. البعض نزل بها إلى أقل من 400 وشي حاجة من الآيات التي لها أسباب النزول من مجموع القرآن. بمعنى أن بعض العلماء يقول إن الآيات التي لها سبب النزول هي توشك أن تكون حوالي 7% من الآيات القرآنية. إيه واش حال بقات لك هالسي؟ 93% من آيات القرآن ما عندها سبب النزول، نزل ابتداء. إذن قلنا الآيات تربطها بسبب النزول، احنا فضلنا سالينا معك قلنا يا خالدك مربوطة بسبب النزول. إيه واش الآيات اللي ما عندها سبب النزول كيدير فيها؟ حتى مشي. ثم إن سبب النزول لا يعني علة النزول، وإنما سبب النزول أنها من أن هذه الآية موضوع هذا النزول، لأن السبب لا يعني العلية عندنا أبدا، أي لولا هذه الآية لما نزلت، لا، هو من شمولة الآية فقط، أي ذلك السبب الذي وقع هو من شمولة الآية. وهؤلاء لو جلسوا وتابعوا وقرأوا ما كتبه العلماء في أسباب النزول، وماشي هما فقط، لو أننا نحن أيضا كنا في المستوى، علاش ما نعلموش الناس ما معنى سبب النزول؟ علاش كل ما يتكلم متكلم يقولنا سبب النزول هكذا وما فهمش معنى سبب النزول؟ لماذا نقول للناس إن سبب النزول ليس توقيفية؟ سبب النزول ما كانش توقيفية أبدا عند العلماء. سبب النزول هي اجتهادات من بعض الناس. كان الصحابي إذا رأى الآية نزلت يقول نزلت في فلان، وربما يقول صحابي نزلت في فلان، وربما الاخر يقول نزلت في فلان. فترنا ان اسباب النزول يقع فيها دائما لاش الاختلاف. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول لهم ايها الناس ان الايه الفلانيه نزلت في فلان، لا، كانت الايه اذا نزلت ربطها كل صحابي باقرب حادثه راها، فهذا ربما راى الحادثه توقعت من فلان فقال ان الايه نزلت في فلان، والاخر علم أن جاره فعل ذلك فقال ربما نزلت الآية في فلان جاره، والآخر رأى مثل ذلك في رجل آخر فقال نزل. فلذلك تجدون في أسباب النزول ثلاثة الأقوال أو أربعة. ولذلك عندنا القاعدة المشهورة إن أسباب النزول يكثر فيها الوهم، قاعدة إن أسباب النزول يكثر فيها الوهم. إن هؤلاء الذين يأخذون بهذا الأسلوب التاريخي الذين سمعنا بعض الناس او الذين تبنتهم اوروبا من 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 هؤلاء الذين يريدون ان يطيحوا بالقران كله ويعصفوا بالقران، هم الذين يقدمون لنا القراءه الجديده للقران الكريم. هذا اللي نقول لكم، هذا مما يجب التنبه اليه. اسباب النزول ليست هي الشيء الذي يربط به، بل هي من موضوعات ذلك النزول، وليست هي كل القرآن. والقرآن دائما نعنى بلفظه بعبارته، فإن وجدناها عامة قلنا إنها عامة، ولا يمكننا أن نجعل القرآن ببلاغته وبفصاحته أسيرا لفهم سقيم منا، أسيرا لفهم سقيم. أحد في عند شي فقيه كان طلق زوجته، طلقها الأولى والثانية والثالثة، مش عند شي فقيه، قالوا الزوج انا طلقت الاولى وطلقت الثانيه وطلقت الثالثه وراني رديتها وبغى يرد الرابعه. وقيل له قالوا له ايوا راه مشى شاف له شي كتاب شي فقيه لحد سلك مشى شاف، قال له دار لي، قال له حرام، راه صافي حرمت عليك، راه من فوق قايل قولوا بلي حرام، ما يمكنش تزوج المراه طلقتها ثلاث مرات وتلجها. قال شوف الله يخليك واش سمو قولوا تما فاطمه مرتي ولا لا، معنى ذاك الكتاب ديال الفقه خصو يقولوا بلي فاطمه مرته هي اللي وقع لها هذه الحادثه، والا راه ما عنده غرض اذا كان الحكم عامره مازال هو في حل من ذاك، خصو يجبر شي كتاب فيه بان في السيف ولا الى زوج الى طلق فلان مرته عاد يوقع الحكم. هكا راه باغيين بعض هذه بلاده وبلاه. اذا هذا المستوى انا قلت مستوى مواجهه في الحق، هذا مستوى مواجهه للقران وفي اعراض القران. لكن دعنا من هؤلاء مكانهم معروف، لنتحدث عن الاخرين. نحن جميعا نحن فينا من لا يقرأ هذا القرآن أصلا،
ولا يوليه أهمية، وذكرت لكم فيما سبق، ولا يولي القرآن. شوفوا أيها الإخوة، من لم يعطي هذا القرآن حقه من حياته من زمنه لا يمكن أن يستفيد منه أبدا. ممكن شيء إنسان يقول زعم من القرآن أنه شرى مصحف أو أنه علق آية أو أنه جاب طلبة أو أنه كل شيء ذاك شيء ماشي هو ذاك. الصحيح هو أن يقترب الإنسان من القرآن. الحمد لله أن الكثير يقرأ، الكثير الآن له وسائل التقرب من القرآن، يمكنك الآن تسمع القرآن صباح العشية بكل سهولة وكذا. هو معك الآن في السيارة ذاك عندك كذا، هو معك في الكاسيطة، هو عندك في المصحف، هو عندك المسجل على الكاسيت على الأقراص المدمجة، هو الآن في تلفزيونات برامج قرآنية من الصباح إلى المساء، بحيث أن الإنسان يتلذذ بالقرآن. ولذلك قيل لو صفت قلوبنا ما شبعت من القرآن الكريم، لو صفت القلوب منا ما شبعت من القرآن الكريم، لكن قلوبنا لم تصف ولا زال فيها هذا الغبش، ولا زال فيها هذا المانع الحائل عن التلذذ بالقرآن، ولذلك لم نصل إلى ما وصل إليه على الأقل الوليد بن المغيرة. لما سمع القرآن لم يكن كثير القراءة للقرآن ولا متجاوب مع القرآن، وكان يعادي الذي نزل عليه القرآن، لكن لما سمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون، وقف مندهشا وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. ما هذا بكلام بشر؟ هذه كلمات ندت منه وخرجت منه عن الرغم منه، لأن قال هذا الكلام وسمته الجن، والجن تعرف القول، وكان القول الجميل ينسب إلى الجن، ويقال للإنسان الشاعري المفلق يقال له عبقري، وكانت العرب تعتقد أن الشعر من وحي الجن. هذه الأجسام لما سمعت القرآن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا، إن قرآنا عجبا للمسلم، كيف لا يستطيع أن يصل في تلذذه إلى ما وصل إليه الوليد بن المغيرة، ولا يجد ما وجدته الجن في هذا القرآن. لماذا؟ لأنه بعيد الصلة، لأن القلب ليس متوجها إلى القرآن، لأنه إن قرأ لم يقرأ بقصد النفاذ إلى القرآن والدخول إليه، لأنه إذا قرأ ربما لا يقرأ إلا قراءات ليست لها تلك الهمة التي تجعل الإنسان يغوص في أعماق القرآن في مدلولات القرآن. هو يقرأ ترحما على أبيه ليزجي هذا الأجر لأبيه، هو يقرأ دفعا لبأس أو لبلاء، هو يقرأ لشيء من دفع مكروه وما أشبه ذلك. لكن القراءة الصحيحة هي شيء آخر، هي أن تقرأ لتلتحم مع القرآن، مع معاني القرآن، مع إشارات القرآن، مع أنوار القرآن، وحينئذ ستجد أن هذا القرآن فعلا يهديك إلى الحق ويبصرك ويشدك. نحن الآن أيها الإخوة نعيش فترة خطيرة جدا، فترة ضعف فيها الدين والإيمان في نفوس كثير من الناس، وأصبح الإنسان يمكن أن يختلب، يمكن أن يغش في دينه، يمكن أن يجد نفسه على بدعة، على ضلالة من كثير حتى من المتدينين في ضلالات وبدع وخرافات وخزعبلات، أشياء كثيرة. هناك انحرافات عقدية كبيرة جدا يمكن أن تتسلل إلى نفس الإنسان في غفلة عن الإنسان. أنت لابد أن تظل مع هذا العاصم، هذا الحبل، هذا الميثاق، هذه العروة الوثقى، لا بد أن تظل متشبثا بها. كلما وفد عليك وافد أو طرأ عليك طارئ أو فكر جاءك من هنا أو هناك، تجد نفسك لائذا بالقرآن، تعرض نفسك على القرآن، تعرض الأفكار على القرآن، تقبل ما قبل القرآن، ترفض ما رفضه القرآن. الآن بسهولة أيها الإخوة، بسهولة الإنسان الآن في واحد مرحلة من المراحل يجي واحد الإنسان يقول له أنا نوريك دين آخر، يمكن أنك تكون متدين بلا صلاة. أنا أعرف ناس أنا لا يصلون، متدينون يرون أنهم ماشي متدينون يطروا في السماء وما يصليش للجمعة، حتى عنده شيء ما يقرأ إدوان ودل الصلاة من يوم الجمعة يسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ويقرأ أحكام الإسلام في الجمعة وأن كل شيء يبطل وكذا، شيء قال هذا فهمت منين تدخل هذا الشيء؟ هل هناك أمر، هل هناك شخص يستطيع أن يزهد أمر الله للمسلمين بأن يؤدوا صلاة الجمعة؟ هل هناك من يستطيع؟
هناك من لا يصلي الجمعة أصلا، لا يصلي، يقول لك احنا عندنا رخصة أن لا نصلي الجمعة. شكون اللي قال السي فلان ولا قال إن سي فلان ولا فوق الإله ولا يشرع لك ولا يعطيك؟ إذا أنت راك عبد لله، لا له ليس عبد لله. مثلا القرآن ثم القرآن ثم القرآن هو العصمة في هذا الوقت الخطير الذي يمكن أن يجتلى الإنسان. يجتلى ما عرفش يجتلى اللي يقول يجتلى، كانت الله تعالى في يقول في حديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم معناها جلاتهم، حاليا نقول جلا. فيمكن الإنسان أن يعيش على دين وهمي أو مزعوم، أو يتسرب إليه شيء من هذا النقوص عن الدين، أو هذا المروق عن الدين، أو الزندقة الموجودة. فلا عصمة له إلا أن يكون قريبا من القرآن. كلما كان مع القرآن كان محميا، كلما ابتعد عن القرآن كان في خطر من أمره. كان يمكن تلاحظوا أن بعض الناس ربما كانوا في حالة إيمان وتغيرت حوالهم وتبدلت لدواع سياسية أو وظيفية أو ما أشبه ذلك، أو لتقلبة الحوال، أو لظنهم أن الإيمان أصبح شيئا متجاوزا، أو لاعتقادهم أن الإسلام أصبح معدودا في الأصولية والإرهاب وكذا، ولا بد من التخلص من كل هذا الأمر. نحن مع الإسلام كيفما سمي الإسلام، قبله من قبله ورفضه من رفضه، لأنه ليس بعد الإسلام إلا الضلال، ليس بعد الإسلام إلا التهلكة، ليس بعد القرآن إلا أن يموت الإنسان مشردا عن الحقيقة، بعيدا عن الدين، بعيدا عن رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا يبقى دائما أن العلاقة مع القرآن يجب أن تكون علاقة مضبوطة يومية. كل إنسان أيها الأخوة يقرأ يوميا من القرآن ما وجب عليه، ويجعل الوكدة من حياته أن يفهم شيء من كتاب الله. لو اجتمع الإخوان هكذا المؤمنون على أقل تفسير، أقل تفسير، على الأقل يقرب الألفاظ، لكان ذلك شيء في 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 طريق بناء الذات، بناء الفكر. ولكن أن تبقى الأمة هكا حالة فما حتى تموت. الآن كاين هذه الحالة، الإنسان ما راه كثير من الناس الآن ما عاد يعرف شيء من هذا الدين، ما بقاش شيء إلا أنه يصلي وصلي، ما عندوش شي حاجه ما عرفها، ما عرف الدين شنو هو، ما عرف الزكاه شنو هي، ما عرف الاحكام الشرعيه، ما ضروري ما حناش نسميو نقول ماشي الاحكام التخصصيه، الاحكام. روحوا سولوا نتوما باش تشوفوا هذه الامه فين، يجي واحد يقول لك فين نمشي، نمشي لمكه، نقول لك 80% ديال الناس اللي يمشيو لمكه تصوروا ان النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مكه، 80% ولا اكثر. يقول لك احنا نمشيو نزوروا قبر النبي في مكه، وكان مشاو جا ومازال ما عرفش فين راه النبي مدفون. علاش؟ ماشي لان هذا اهمال في التوعيه الدينيه، في الترقيه الدينيه، ان الناس كلهم يزادوا يعرفوا. علاش مشي للدرس غادي يقول لي هذاك الفقير شنو غادي يقول؟ عنده ما يعرف، وزعما هو راه يعرف حتى يموت ما يعرفش. ولذلك البدايه بدايه اصلاح الناس واصلاح المجتمع تبدا من القران الكريم، من اشاعه القران، من خدمه القران، من وصل الناس بالقران، ومن جعل الناس يعتصمون بالقرآن حفاظا على عقيدتهم وعلى دينهم حتى يأتي الله بأمره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.